A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla sayalamun, thumma kalla sayalamun. Alam naj'alil arda mihada, wal jibala autada, wa khalaqnakum azwaja, wa ja'alna nawmakum subata. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه
يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشى
yakhsha'aha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talahha kalla innaha tazkirah faman syaa dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah qutilal insanu ma akhfarah min ayyi shay'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu faaqbarah thumma idza syaa ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atis sakhah yawma yafirrul mar'u min akhih wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa banih likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatun mustabshirah wa wujuhun yawma idzin 'alayha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat wa idza aljibalu suyirat وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawaakibu tasarat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraqa bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaykum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawunaha yawmaddin wa ma hum 'anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun liyawmin 'azim yawma yaqumun nasu lirabbil 'alamin kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum wailun yawma idzil lil mukazzibin
allazina yukazzibuna biyaumiddin wama yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum ar rabbihim yawma idzil lamahjubun thumma innahum lasalul jahim thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukazzibun kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin wama adraka ma 'illiyyun kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahikim makhtum khitamuhu misk wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim aynan yashrabu bihal muqarrabun innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladallun wa ma ursilu 'alaihim hafizin falyawmal ladzina amanu minal kuffari yadhhakun 'alal ara'iki yanzurun هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا
فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل
وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر
ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.
Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha, walqamari iza talaha, wannahari iza jallaha, wallayli iza yakhshaha, wassamai wa ma banaha, wal-ardi wa ma tahaha, wa nafsin wa ma sawaha, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha, wa qad khaba man dassaha, kazzabat samudu bitahwaha, izin ba'asa ashqaha, faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqayaha, fakazzabuhu fa'aqaruha, fadamdama alayhim rabbuhum bizambihim fasawwaha, wala yakhafu uqbaha. Bismillahirrahmanirrahim. Wallayli idza yaghsha, wan-nahari idza tajalla, wama khalaqadh dhakara wal unsa, inna sa'yakum lashatta, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, fasanuyassiruhu lil yusra, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna, fasanuyassiruhu lil usra, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, inna alayna lal huda, wa inna lana lal akhirata wal ula, fa anzartukum naran talazza, la yaslaha illa al ashqa, alladhi kadzdzaba wa tawalla, wa sayujannabuha al atqa, alladhi yu'ti malahu yatazakka, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, illa btigha'a wajhi rabbihil a'la, wa lasawfa yardha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha, wallayli idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka a'ilan fa'aghna, fa'ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak, wa wada'na
yusrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turisinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatagha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatil qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlis
الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات أدن تجري من تحتها الأنهار جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون
ضَالِّينَ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْعَصْرِ إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فاجعلهم كأصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماءون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره
innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada bilahabiu watab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab, wa mra'atuhu hammalatal haqab. Fi jidiha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafasati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Ya Allah, sayangi kami dengan Quran, jadikan Al-Quran imam dan cahaya, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, tegurlah kami bila melalaikannya dan ajarkan mujizat Al-Quran. Bantulah kami membacanya sepanjang malam dan sepanjang siang hari,
Jadikan Al-Quran perisai, ya